سلامة ومرحبا بكم على قناتنا الإخبارية الحياة لافي. كيف ما تعودتوا في كل يوم عنا أخبار وأحداث جديدة ومتنوعة. اليوم باش نحكيو على نقابة الأمن الداخلي شنو اللي عملوا ضد ما فعله لطفي العبد اللي في المسرحية متاعو. لكن قبل كل شيء ما تنسيوش لايك اشتراك تفعيل الجرس فضلا وليس أمر ليصلكم كل جديد. اليوم نقابة الأمن الداخلي تقاضي العبد اللي وتقرر عدم تأمين عروضه مستقبلا عدا 1000 حق، واللي يرضى الإهانة صح عليه، ما يرضاش الإهانة ياخذ حقه. قلنا أنه أعلن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي في بلاغ له أنها تقررت مقاضاة كل من يحاول المس والتحقير وقذف الأمنيين وعدم تأمين عروض الفنان لطفي العبدلي مستقبلا، وهذا من حقهم. حتى هو يحكي بطريقة مقززة جدا، قل يخدموا عنده جماعة. وقالت النقابة في بلاغ أن الاعتداء اللفظي بالقذف والتشهير والتضليل والحركة الأخلاقية والمنافية للحقيقي من طرف المدعو لطفي العبدلي في السهرة الفنية ليلة 7 أوت 2022 بمهرجان صفاقس الدولي تجاه الأمنيين لا علاقة لها بالميدان الفني والثقافي في حركة استفزازية الغاية منها تجييش الجمهور ضد قوات الأمن الداخلي وتحقير المؤسسة الأمنية التي تحرص ليل نهار على تأمين كل التظاهرات الثقافية والرياضية وضمان سلامة المواطن التونسي. إيه نعم، عندهم 1000 حق. وأضافت النقابة في بلاغ أنها تحرص على الدفاع عن رجال المؤسسة الأمنية السجنية والتصدي لكل من يحاول المس من كرامتهم بكل الطرق القانونية والإشكال النضالية المتاحة، خاصة أن المذكور قام بحركة لا أخلاقية تجاه أعوان الأمن خلال العرض المذكور وتعمد تحريض الجمهور على الأمنيين. وإذا بالرسمي رينيه احنا في العرض موجود، لا حول ولا قوة إلا بالله، ولازم ياخذوا حقهم. احنا زاد ضد أنه يمسوا من الأمن متاعنا، لأنه الأمن متاعنا هما عائلتنا، هما خويتنا، هما بيتنا، هما كل شيء. لكن بالنسبة لطفي العبدلي ديما يتجاوز الحدود في بلو مصيبة هكيكة. ليه ها عنا راهو هيبة الدولة واحترام لمؤسسات الدولة الأمنية غصبا عنك وعلى أي شخص كان، كل واحد يحترم خوك على شنو نقول لك ونسبك ونعايرك تحت اسم الفن. الفن كان انتم فاهمينه بالمقلوبة دي كانش قعدتوا صفر قعدتوا زيرو، ما عندكم حتى واحد لبس عليه. ما تنسيوش لايك اشتراك تفعيل الجرس وباي باي.